قصور عديدة وشديدة الحماية إلى جانب مخبأ سري تحت الأرض وأماكن خاصة للنجاة في حال حدوث شيء خطير. ذلك كان جزءا من حياة الطرف التي يعيشها الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته في سوريا والتي كشف عنها تقرير بريطاني. فما الذي جاء فيه؟ صحيفة ميرور البريطانية كشفت في تقرير لها كيف يعيش الرئيس بشار الأسد وعائلته في سوريا. فالصحيفة أكدت أنهم يعيشون حياة الطرف في قصور متعددة تتواجد في جميع أنحاء سوريا. فبشار الأسد يمتلك عدداً من القصور لا يعرف مكانهم تحديداً غير الموجود في العاصمة دمشق، كما أنه يملك طائرات خاصة وثروة تقدر بالمليارات. التقرير البريطاني أكد أن الرئيس وعائلته يعيشون حياة الطرف من خلال مظاهر أسلوب حياة الأسد وعائلته الفخم. فالقصر الرئاسي الموجود في دمشق والمعروف للكثيرين يستخدم فقط للاستضافة الاجتماعات مع القادة والمسؤولين الأجانب الزائرين. وحول ذلك القصر قال الصحفي البريطاني جيرمي بوين الذي أجرى زيارة نادرة إلى سوريا في عام 2015، حيث قال إن ذلك القصر مخصص للعمل فقط بينما يعيش آل الأسد في مكان آخر. وأشار إلى أن القصر ذلك يستخدم فقط للضيافة، مشيرا إلى أنه تم بناؤه على طراز فندق رخامي يضم غرفا ذات أرضيات رخامية لامعة ولوحات كبيرة على الجدران وزجاج ملون. ويضم القصر 125 ألف بلاطة رخامية بسعر 85 دولاراً للبلاطة، أي ما يعادل أكثر من 10 مليون دولار للغرفة الواحدة. وسبق وأشار الصحفي البريطاني أوليفر وينرايت إلى أن قصر دمشق يتميز بجدران البناء الضخمة التي تحدد الأفنية الداخلية المخفية وتمتد لتشمل مساحات من الزجاج الملون في نهايتها، حيث قال إن القصر مصمم ليظهر المدينة بالأسفل منخفضة الارتفاع، ما يجعل من في القصر يشعر بأنه فوق تل يرى كل شيء، بينما من في الأسفل يشعر أنه يقع تحت المراقبة من قبل القوة الصامتة. وبحسب التقارير فإن هناك اعتقاداً سائداً بأن عائلة الأسد مختبئة في مخبأ عميق تحت دمشق، والبعض الآخر يرجح أن بشار الأسد وزوجته انتقلوا إلى قصر شديد الحماية بالقرب من مدينة اللاذقية تحسباً لوقوع أي خطر. كما أن البي بي سي سبق وأكد أن بشار الأسد لديه قصر في اللاذقية يقع على حافة منحدر صخري بجوار البحر ويضم قارب، وذلك لكي تتمكن الأسرة من الفرار في قارب إذا تعرضوا للحصار.